رح نتابع محطاتنا واليوم تانيا بموضوع جديد وخلينا نحكي. هلا دايما نحن بنحكي بس بدك مين يسمع، وبدنا طريقة لحتى نعرف نحكي لحتى نخلي الشخص الآخر يسمع، خاصة لما بيكون الشخص الآخر هو شريك لبدى العمر أو حتى شريك بالحياة أو حتى شريك بالعمل، وين ما كان الشريك بدنا نعرف نحكي ونسمع. صباح الخير تانيا. صباح الخير عروس حبيبتي، شو عم تعملي هون؟ شفتي خلص تكون فرصة. أنا هيك عم بعمل فرص وشوي شوي هيك بدي استغل موقعي، وهذا استغلال للسلطة. إذا بدك لهنيكي من كل قلبي ميرسي ميرسي، واللي يا رب تتهنوا أنت وجمال، وإن شاء الله أيامكم بتكون كلها خير وفرح وصحة حبيبتي. إن شاء الله يا رب. ثانك يو. وجودكم جميعا يا أنتم المحبين، فرحتكم أنتم اثنين هي فرحتنا كلنا حبيبتي اليوم إيه رح نحكي عن الشريك هيك أنا اليوم عم بعطيك نصايح. ما هيك هي بالفعل، كيف نتواصل مع الشريك بشكل انه يسمعنا. وانتبهي لما وينتبهوا المشاهدين لما بحكي الشريك، ما قصدي من المرأة للزوج فقط، انا قصدي الشريك يعني من الزوج للامرأة او من الامرأة لزوجها او لشريكها او لشريك حياتها، ولكن لانه بالعربي بنستعمل المذكر لتوحيد لما نضل نقول مذكر مؤنث مذكر مؤنث، بس ولا شيء عم بقوله موجه لجنس واحد يعني للامرأة فقط او للرجل فقط، هو صحيح للاثنين، والاثنين بيقدروا يستفيدوا منه، لانه هي اقرب علاقة من عيشة، وهي صح. اكثر علاقة عميقة من عيشة، وهي اكثر علاقة لانها عميقة ولانها قريبة فيها يكون فيها قصص ومشاكل اكيد، وهيدا شيء كتير طبيعي، مش غلط انه نختلف على قصص، نختلف على مبادئ، نختلف على حلول، نختلف على مواقف، كتير صحي هيدا الشيء، بس اذا بدنا انه حوارنا يكون بالنهاية في قصص لازم ننتبه لها ولازم نعملها. اكيد. فاذا اول شيء نقوا الوقت المناسب. يعني اذا شريككم او شريكتكم نعسان وبده ينام، مش وقت لا ابدا. اذا عم بيحضر ماتش فوتبول هو ام هي، لانه اليوم صاروا هو وهي بيكونوا حابين الفوتبول، مش وقتها. اذا حدا عم بحضر الطعام ومعجوق وبده يروح يجيب الاولاد، لا مش وقتها. اذا بده يبلش مسلسل كثير بحبه هيدا الشخص او برنامج على التلفزيون وناطره مناطره، مش وقتها افتح حديث. اذا بدي اعرف اختار الوقت، اذا ماشي على شغله مش وقتها، اذا يعني الى ما هنالك بدي نقي وقت هادئ فينا ناخذ وقت مستقطع لنناقش فيه، وفي اطلب هالوقت. يعني مش انه انا في يكون انا يمكن مقدره انه هلا غيدا هيئتها مش عم تعمل شيء، هات لافتح لها الحديث وشرع ابوابه. افضل اني اسالها لغيدا تعتقد فينا نحكي 10 دقائق ربع ساعه بالموضوع هلا فاضيه الك جلاده؟ مش غلط اسال، مش بس مش غلط، كثير منيح اسال، كثير منيح. اذا اول شيء اعرف نقي الوقت. ثاني شيء بمهنتنا بالتلفزيون معودين لا، بس مش كل الناس معودين لا، تعودوا تعملوا مونتاج للأفكار، تقصروا الأفكار، تعملوا أدت. شو يعني؟ يعني نحن لنطلع مثلا بهلأ فقرة 15 دقيقة 13 دقيقة، في براسي كتب فيها عبي 6 حلقات منها أكيد، ولكن بدي أعرف اختار يلي بدي وصله استعمله بهال 13 دقيقة. صح. انت نفس الشيء، كلنا يعني حتى الريبورتاج بس ليعرفوا الناس اذا عم نعمل تحقيق للتلفزيون اوقات منصور 3 ساعات واربع ساعات منجمع معلومات ليطلع موضوع دقيقتين. صح. وبالتالي المونتاج او تقصير الافكار كتير مهم. ليش؟ لانه في يبلش بالحديث واشطح واشطح واكبر واكبر وروح لمحلات بتضرب لي الموضوع اللي صح انا بدي اياه. صح. فاذا بدي اتعلم انه نفتح بارانثيز مثل ما بيقولوا، كثير واحد بينطنط من موضوع لموضوع لموضوع. اذا عن جد الموضوع هممني احكي فيه وعم بيضايقني وبدي اتعلم، لخص. اللي بتشوفوا اعلان مدته 30 ثانيه عرفوا انه ليوصلوا ل 30 ثانيه اللي نحن بنشوفهم على التلفزيون بتاخذ اوقات اشهر من الاجتماعات والتحضير والتنظيف والشيل والحط ليختاروا الكلمات المناسبه. صحيح. ونفس الشيء بعلاقاتنا ولما بدنا نحكي عن موضوع حساس. ثالث شيء مهم كتير، اوقات بنبلش نحكي قد ما بنكون مشاعرنا جياشه ومحركه عندنا ميول نحكي كتير وما نوقف وما نسمع للثاني. مهم كتير من وقت للثاني نوقف ونطلب فيدباك، يعني نطلب عم تفهم علي شو عم بقول، او عم تفهمي شو قصدي، او عم فهمتي شو قلت هون على التحديد. مش غلط كمان ليلي متقدم بالحوار اذا بدك وفي امكانيه اسال انه بليز فيك تعدلي شو قلت هلا بس لأكد انك فهمت علي مزبوط. صح. مش غلط، كتير مهم. اول شي بكون عم شرك الاخر مش مونولوج مش نازل لا فيه. وثاني شي بكون عم بتأكد انه اللي عم بقوله عم بيوصل. فاذا من وقت للتاني مهما كنت مضغوطة نفسيا معصب البدء زعلان خايف بدي بالحكي وعندي كتير اشياء اقولها بدي وقف
واطلب الفيدباك لانه نحن اثنين بالحوار مني لحالي. صحيح. اوقات عندنا ميول لغيدة لما شيء كثير مضايقنا نهبط حيطان بنقول باللبناني، يعني نضخم الامور. صحيح. نشوف انه كله سيء، انه كثير خطير هذا الامر وهذا اخطر شيء بالعالم، او كثير سيء هذا الشيء، هذا أسوأ شيء بالعالم. مش غلط اذا عرفنا استعملنا هالنقطه، بس ما نكون عم نستعملها دائما بكل النقاشات. يعني شو ما انا عم بحكي جي 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 انا اللي قفشت قبل بوقت انه كانت رح تخرب الدنيا لو ما قفشتها. لما منروح بهالاتجاه شوي شوي الناس بتبطل تسمعنا، شريكنا ببطل يسمعنا. صحيح. فاذا اذا بدي اعمل انه كثير خطيره القصه، او اذا انا معتبرتها كثير خطيره، مش اخطر شيء بالعالم ومش هيدي اللي رح نموت من وراها، بدي اطول بالي. صحيح. ومش دائما بتنجح، اوقات لا انا بحاجه انه طري الامور لنقدر نوصل على حل سوا. كمان كثير مهم لما عم بحكي مع شريكتي او مع شريكي ما هاجمه. يعني ما استعمل كلمات ثقيله تجرح جارحه. ما انت عنيده، ما بحياتك بتفهمي، ما كنت تفهمي، ما بتفهمي شيء علي، او انت بلا احساس، ما بتحس فيي. هيدول اتاك، يعني هدول هجوم. صحيح. إذا استعملناهم ما نتوقع نلاقي حل. أكيد بده يكون في هجوم مضاد. أكيد. يعني ما خليت له مجال للآخر غير إنه يهجم علي. صح. وبالتالي لما عم نحكي حتى لو المشكل مع شريكنا أو شركتنا، ما نتهجم عليه بشكل إنه يهن له كرامته. لأنه بس نهين الكرامة نقيس على حالنا، إذا حدنا مين ما كان يكون أهلنا إذا هنوا لنا كرامتنا بننتفض عليها وبنعلق هنيك، بنبطل نقشع الحل. وبالتالي ما تتهجموا على بعض أكثر شيء فيكم. اوقات بنحكي بيكون مش هدفنا نحل مشكله مع شريكنا او شركتنا، بيكون بس بدنا نفش خلقنا، بس بدنا نحكي. يعني مثلا انا صار معي شيء بالشغل رحت لحتى اخبر جوزي، او جوزي صار معه شيء بالشغل واجا عم بخبرني. عندنا ميول، وخاصه هيدي هون رح احكي جندر، الرجال لانه عقلهم بيشتغل دغري على البروبلم سولفينج اسرع من النساء. النساء واعيات على اهميه فشه الخلق، على اهميه انه عم بحكي بس لانسمع. الرجال عندهم ميول اكثر انه عم تحكيني بهالموضوع يعني انت بدك حل مني. الرجل اكثر من المراه، بس المراه كمان ما بتاثر اكيد، عنده ميول يهجم دغري يعطيك الحلول. ايه انت كان لازم تعملي هيك، ليه ما بتعملي هيك، ليه ما بتقولي لهم هيك. حددوا شو بدكم من الحديث. صح. اوقات انا جاي عبالي احكي معك عندك 5 دقائق، رح طق اذا ما حكيت، رح طق اذا ما حكيت، يعني كاني عم بقول انه بس بدي احكي، بس بدي فش خلقي. اذا عن جد عبالي فش خلقي، قول عبالي فش خلقي، ما بدي نصايح، ما بدي شيء، بدي بس فش خلقي. او لا، بدي انه تساعدني، شو معقوله اعمل، بدي انه تقترحي، شو اقتراحك، بدي حدد شو بدي قبل بوقت لاخذ يلي بدي. صحيح. لانه كثير بشعه اذا انا كان مجرد بدي اصغاء بلشوا يقطشوني ويعطوني حلول تزعجني، وانا بزعج غيري اذا بعملها. وبالتالي حددوا شو بدكم، نصيحه او اصغاء او حل مشترك. كل ما حددناه قبل كل ما كسبنا وقت اكثر، وكل ما وصلنا للي بدنا اياه اكثر. صح. الاصغاء لا يعني الموافقه مع الاخر. مزبوط. ولكن هو كتير مهم. كتير مهم اتعلم اصغي، ما خاف. عادة في اشخاص كتير بتخاف تستمع للي عنده ياه الاخر يقوله، انه مش ما يفكرني انه انا وافقت له علي. وبتلاقي ناس اوقات انا سمعت لك للاخر بس انا مش موافق. كتير منيح. الاصغاء ما بيعني الموافقة على كل ما يقال. صح. ولكن الاصغاء اساسي، لانه بالاصغاء انا عم بحترم يلي عم بينقل لي، عم بحترم حتى لو ما بدي، حتى لو مش موافقة عليه، حتى لو ما عجبني. احترام للاخر مش لمضمونه بالضرورة. اذا ما تخافوا تسمعوا، وما تخافوا تطلبوا الاخر يسمعكم. بس اسمعني، انا بلاقي حالي اوقات كتير عم بقول لو سمحت اعطيني دقيقتين بس لكمل فكرتي وبعدين اقل اللي بدك اياه. صحيح. او بليز لا بالشغل او شيء، بليز بس اسمحي لي انه هالدقيقتين. وفظاعة غيدة شو بسهولة بتاخدي طلبك. صح. لما بتعبري شو بدك الناس بتنتبه، لانه ما بننتبه كلنا. مني وجر انا اوقات بلقط حالي انه انا قطشت صرت كذا مرة بوقف. يعني مش غلط. مزبوط. مش غلط نطلبه. انا بقول بس اسمحي لي كمل الفكرة للاخر وقولي اللي بدك اياه من بعدها. ولما حدا بيقول لي اياها دغري بنتبه انه اي كنت عم بعمل شيء مزعج. بوقف وبسمع. صح. الاصغاء ما بيعني ابدا موافقه، بس هو اساسي ناخده ونعطي. صحيح صحيح. وهذا الشيء اللي كثير مهم. يعني صح. انا بلاقي من الامور كمان اللي مهمه جدا هي الاي كونتاكت 100%. واحد يحط عينه بعين الشخص. صح. الاخر ويحكيه. صح. اللي عم يحكي واللي عم يسمع. صح. يعني انا موجود كليا لك، يعني انا عم بصغي. مزبوط. صح 100%. وكثير اساسي. احترموا النصيحة. يعني اوقات بتنعطوا، اوقات كتير بتنعطوا نصايح ما بتعجبكم، او بتلاقوها مش ضابطة على حالتكم، او بتلاقوها ما بتشبه اللي انتوا عم بتفكروا فيه.
كثير طبيعي، نحن ناس مختلفين، ويلي بيعطي النصيحة عم بيعطيها من خبرته ومن وجهة نظره هو، شريكي أو أنا إذا عم بعطيها لغيري، وإذا حدا ما أخذ بنصيحتي ما بزعل إذا احترمها. صحيح. ونفس الشيء أنا بدي أعطي، بدي احترم الآخر ونصيحته إذا عطاني نصيحة، وبالتالي ما أهمش رأي الآخر، ما قال له إنه معقولة أنت عم تقولي هيك، أو معقولة أنت عم بتفكري بهالطريقة وتقولي، هذا رجعنا على إهانة الآخر، حتى لو ما بوافق على الحل. الهدية اللي بعطيها للآخر هي إنه احترم له فكرته. صحيح. إنه احترم النصيحة اللي عم بحاول يعطيها، يلي يمكن ما أكون رح أخذ 1% منها، مش ضروري، بس قول شكرا على النصيحة، شكرا إنه حاولت، هيدي محاولة، تارك الآخر اهتمامات أخرى، شيء تاني عباله يعمله، مستعمل وقت يمكن لضغط نفسي أنا حطته فيه وعم بيعمل مجهود، أقل شيء إنه أقول شكرا على هذا الشيء، أقل شيء، وأطلب التقدير لرأيي، لا مش أقول ولو ما قلت لي ميرسي على رأيك، مش هيك أطلبه، مش تربيح جميلة، مش تربيح جميلة القصة، بس إنه كمان إذا لأنه أنا بنبسط إذا باخده، ولازم أعطيه الهدية، لما أنا بعطي الهدية للآخر، الآخر بيعطيني إياها. صحيح صحيح. بيرد لي الهدية، ما بيقولوا بحب كثير المثل هيك قديم بيقول، قال سألوها للهدية وين رايحة؟ قالت لهم ماشي مشوار صغير وراجعة. وراجعة. وبالتالي لما بعطي هدية احترام. صحيح. الآخر، تقدير الآخر، يمكن مش اول مره ولا تاني مره، بعد كذا مره بصير طبيعيا برد لك ابتسامه لحالها بتعطيها لبترجع لك دغري. صحيح 100%. ابسط هديه هيدي، ابسط هديه واسهل وحده واكثر وحده لها نتائج فعاليه. صح صح. لما بكون عم بوصف مشكل صاير موجود، كثير مهم اطرح معه حل او وجهه نظري للحل. ليش؟ لانه بكل حل النزاعات والتواصل الى ما هنالك بيقولوا لك ما بتفوتي بمشكل الا لانك شايفه الحل على طريقتك. صح. يعني النزاع هو لانه ليش؟ لانه انا شايفه نهايه بشكل معين وانت شايفه نهايه بشكل اخر. صح. وبالتالي لما عم بطرح ازمه صايره مثلا بالكابل، صايره بالحياه العائليه، صايره بتربيه الاولاد، صايره هيك، حلو ومش حلو، اساسي انه اطرح وجهه نظري للحل. يعني عنا هالأزمة، أنا دايما عم بحكيهم هيك للولاد، أنت بتجي بتحكيهم بهالطريقة للولاد، أنا برأيي لازم بركي نوصل لحل بيرضينا اتنيناتنا، إنه على القليلة لما أنا بكون عم بعطي رأيي بهالموضوع ما تنقضني قدامهم. نعم. هيدا وجهة نظري. صح. لما بكون عم بطرح وجهة نظر لحل بساعد الآخر يرجع يتذكر إنه الحلول هي وجهة نظر، بدنا نجرب نقربها. يعني يمكن الاخر كان مقتنع انه يلي عم بيعمله صح، اذا بيجي بقول له انت اللي عم تعمله غلط وانت اللي عم بتسيء، ما بيصير وما بيصير، وبوقف هون حتى اصبع اتهام بوجهه، ما عم ساعده يلاقي شيء انه يقشع من وجهه نظري كمان انه بدنا نعمل شيء مشترك سوا. صح. اذا بعطيه وجهه نظري للحل وبخليها وجهه نظري للحل، مش ما في غير هيدا الحل وهيدا اللي بدنا نمشي فيه، لا صعب، حتى لو بالمنطق هيدا الحل النهائي، خليه يبقى من وجهه نظري عم بطرحه للاخر، بساعده. هلا مش حاسه سحريه، اوقات ما بده ما بده، بس بالمطلق يعني حظوظي اعلى بكثير انه يكون الحل يلي هو عم بيطرحه ياخذ بعين الاعتبار انه كمان بده يرضيني. مزبوط مزبوط. ساعتها بكون عم نلعب على حل وسط او على حل يرضي الطرفين. يلي validate the validator، يعني اعطيه كريدت للاخر، اعطيه إمكانية إنه يكون على حق، وقدر له الشيء اللي عم يعمله، وقدر له مجهوده. يعني أول شيء ممكن يكون على حق أكثر مني الآخر، حتى لو هالشيء ما بيعجبني، ما حدا بيعجبه يكون الآخر على حق أكثر منه، ولكن بنتعود. بس بكثير أوقات بلا، مزبوط، بكثير أوقات، يمكن أكثر الأوقات منلاقي وجهة نظر أو كلمة بجملة قطعت تلفت لنا نظرنا إنه نحن كنا عاملين سوء تقدير هون، أو مش شايفين كل الحقيقة، لأنه أكيد مش شايفين كل الحقيقة. صحيح. شايفين جزء من حقيقتنا، وبالتالي تقدير الآخر، تقدير مجهوده وإعطائه الحق، وحلو نقله إنه بهاي النقطة يمكن أنا بتسعين نقطة قلت أنا مش معك، بس هاي النقطة معك أنت حق، تعرفوا قد ايه مهمة؟ لو قد ما كان المشكلة كبير، لما هيك لقيسة على حالي أنا مع حدا، أنا بفكر هون هو بفكر هون، هل أدبوش بعضنا parallel يعني، بس يقول لي على فكرة أنه إيه لفتي لي نظري هاي الشغلة ما كنت منتبه لها، قدي برتاح. صحيح. قدي بحس حالي عم بنسمع، قدي بحس حالي أنه فينا ما نتفق، بصير أكتر عندي استعداد أقبل أنه ما نتفق. مزبوط. وبالتالي إذا منتبع هالخطوات
بالحياة الزوجية، بالشريك، بالحياة العائلية، صدقيني أغلب النزاعات بتنتهي هيك بدقائق. مزبوط، حتى لو واحد اعتبر أنه ما بده ينام على مشكل أو بده يضرب الحديد هو بحامي، أكيد بس يكون في طريقة معينة. مزبوط. بطريقة كمان طرح المشكلة ومحاولة حلها قبل النوم. صحيح. كمان هيدي شغلة كثير أساسية. نحن بنرجع بنشوفك إن شاء الله ثانية بعالم الصباح. أكيد رح نتابع محطاتنا بعد لحظات. الشيف حسين بيكون معنا، خليكن معنا.